السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ليليا. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم خبز تورتيلا أو تاكوس، كيجي بحال اللي كيتباع في الزنقة ونجح 100% وسهل في التحضير ديالو وما كيحتاج لا خميرة لا والو، وكيوجد في 10 دقائق. وهاد العجينة متعددة الاستعمال، نقدروا نديرو بها تاكوس ولا شاورما ولا سندويشات، وكيجي رائع. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. جينا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الفورس، اي ما يعادل 3 كيسان ديال العنبه، والملح، والمعالق كبار ديال الزيت، والماء مغلي باش نعجنوا العجينه. كنديروا الفورس، كنزيدوا ليه الملح، وكنديروا 2 معالق كبار ديال الزيت. كنخلطوا هاد المكونات بصبعنا، من بعد غادي ناخد معلقه ديال العود باش نخلط بها العجينة، حيت الماء اللي عندي خاص يكون مغلي يعني سخون بزاف، الا خدمت يدي غادي نتحرق، يعني من احسن نخدمه بمعلقه ديال العود. والسر ديال هاد العجينه باش كتجينا ناجحه معانا هو هاد الماء مغلي. غنبقى يعني على هاد الحال، كل مره نزيد الماء حتى كنحصل على عجينه مدلوكه ومتجانسة. شوفوا معايا العجينة تجمعات ليا، وهداك الما طيب اللي كنديرو هو اللي كيخليها كتجيب مدلوكة، يعني بلا ما كندلكوها حنايا. غادي نشكلها الكويرات. الا كان عندكم الميزان ممكن انكم تعبروه. انا تقريبا انا كل كرة للعجينة درت فيها 60 غرام باش يجيني طاكوس كله تقدى وحدة. هاد الأثناء درت مقلة سخن، أنا درت مقلة ثقيلة، إلا ما كانتش متوفرة عندكم تقدروا ديروا مقلة اللي ما كتلصقش. أنا دابا غادي نسرح الكرة اللي عندي بالمدلك، وفيما نبغي نقلبها ندير الفورس باش ما تلصقش ليا فوق سطح العابل. غادي نستمر بهذا الشكل حتى نحصل على عجينه رقيقه. كما كتشوفوا البنات، فيما كنبغي نقلبها كندير الفورس باش تجيني سهله حتى من بغي نهزها. دابا غادي نطيبها على نار تكون متوسطة، ما تكونش مهيلة باش العجينة ما تنشفش ليا من الجناب وتهرس من بغو نستعملوها. في هاد الأثناء غادي نسرح كرة أخرى باش ما نضيعش الوقت، يعني نطيب ونسرح. كما كتشوفوا معايا قلبت العجينه، كما كتشوفوا كنطيبها بهذه الطريقه هذه اللي ما كنعطيهاش طيب بزاف. صافي، وكنحيدها
وكندير العجينه الثانيه. كنبقى على هذا الحال حتى كنكمل الكرات اللي عندي. كتشوفوا معايا كيجي خبز تورتيلا هائل وما كيتهرش، تقدري ديري بيه بزاف د الحوايج. ان شاء الله نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا تشوفوا الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.